طلبة وطلبات الثانوية العامة، أهلا بكم في الحلقة رقم 27 من برنامج مدرس على الهواء. صباح الخير على كل طلابنا الأعزاء، صباح الخير على كل مدرسي اللغة الإنجليزية اللي يتابعونا، واللي إحنا كالعادة مستنيين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنو من الكمال. هيكون معانا النهاردة مستر محمد منصور، واللي هيشرح لنا جرامر يونت 13 Obligation and Necessity. عرفتنا يا مستر محمد. صباح الخير. صباح الخير يا حبيبي. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا مستر احمد. صباح الخير مستر محمد. صباح الخير يا دكتوره. حضرتك هتشرح لنا ايه النهارده؟ هنشرح النهارده ان شاء الله جرامر يونت 14 Obligation and Necessity، الالزام والضروره. درس مهم جدا جدا بالنسبه لاولادنا، يا ريت الناس تركز فيه. ان شاء الله هنشرحه باسلوب مبسط يوصلهم ان هو السؤال اللي بيجي في الامتحان ان شاء الله يكونوا قادرين وبسهوله ان هم يجيبوا درجه نهائيه فيه. حلقه موفقه ان شاء الله. حضرتك اتفضل. اتفضل. In the name of Allah, most gracious, most merciful. صباح الخير على أبنائنا وبناتنا طلاب الثانوية العامة. صباح الخير مستر أحمد. صباح الخير دكتورة فاتن. صباح الخير على كل مدرسي اللغة الإنجليزية في مصر اللي بيتابعونا، وأتمنى إن شاء الله يكونوا متواصلين معانا، بنستفاد من بعض كلنا. أتمنى إن البرنامج بتاعنا يكون موصل خدمة تعليمية مميزة لأولادنا. أتمنى الفريق العمل المميز اللي موجود معانا من خيرة مدرسين مصر يقدر يوصل لأولادنا معلومة بشكل بسيط بشكل سهل، ينقل لهم الفول ماركت درجة نهائية في امتحان ثانوية عامة السنة دي. النهاردة هنتكلم على جرامر يونت 14، جرامر الوحدة 14. درس سهل، بس المشكلة ان هو في بعض التشابهات البسيطة بين القواعد وبعضها. ففي بعض الطلبة بيحصل لهم كونفيوجن، اختلاف بسيط كده وما بينهم وبين بعض في الأسئلة. برضو لازم نلاحظ ان الاختلافات ما بين must و have to اللي هنتكلم فيهم النهاردة هي slight differences، اختلافات بسيطة جدا جدا جدا، ويجوز في احيانا كتير ان احنا نتغاضى عنها. هنبدأ مع بعض وناخد الموضوع واحدة واحدة ونشوف هنبدأ نعرض الموضوع بتاعنا ازاي. يونت 14، درسنا النهاردة بعنوان obligation and necessity، الالزام والضرورة. الدرس ده بينقسم ل must, have to و has to طبعا, need to, mustn't. اهم حاجة ان ولادنا يركزوا ان في فرق بين الاثبات وانا بتكلم، وفي فرق بين حالة النفي وحالة المنع والتحريم فيها. أنا عايز الطلبة تفصل الجزء اللي أنا هتكلم فيه must have to عن mustn't تماما، هتلاقي الأمور بالنسبة لهم أهدى وهتلاقي الأمور مستقرة أكتر. إمتى بنستخدم كلمة must؟ مبدئيا كلمة must بمعنى يجب، لو أنا هجيبها كمودل فيرب كفعل من الأفعال الناقصة. وكمودل فيرب شرط أساسي إن أنا أجيب بعديه infinitive، أجيب بعديه الفعل في المصدر. أنا دلوقتي لما هبدأ بكلمة must لازم اعرف الاستخدامات بتاعتها انا بستخدمها امتى. مبدئيا لو انا اتكلمت على السترونج ادفايس، النصيحه القويه، او الاستخدام ليها لكلمه ماست، بستخدمها في النصيحه القويه وغالبا بيكون لافراد قريبين مني. لما اقول للواحد صديق ليا يو ماست سي ا دكتور، يجب ان ترى الطبيب، يجب ان تقوم بزياره الطبيب. صديقي ده لو انا شايف ان هو مريض ممكن اقول له يو شود، النصيحه العاديه الادفايس الطبيعيه جدا اللي احنا بناخدها. لكن لو صديقي لقيت درجه الحراره بتاعته وصلت ل 39 وصلت ل 40 وحاسس ان هو فعلا مريض جدا قدامي، النصيحه هنا اصبحت إلزامية. قويه والزاميه بالنسبه له، انت لازم اقولها هتتعرض لخطر شديد. فانا بقول له يو ماست سي ا دكتور، انت لازم تروح للدكتور. فالنصيحه القويه بالنسبه لي لازم استخدم فيها كلمه ماست بمعنى يجب. شرط اساسي ان انا لو استخدمت ماست should be followed by infinitive، لازم يجي بعدها الفعل في المصدر. ما ينفعش اقول must to نهائي، ما ينفعش اجيب قبلها auxiliary verb، ما ينفعش اقول am و is و are have و has قبل كلمه must. must ده فعل مستقل لوحده، فعل ناقص محتاج لفعل اخر بعده عشان يكمله في المعنى، عشان كده احنا بنقول عليه فعل ناقص. ما ينفعش اقول I must، انا يجب. طب انا يجب ايه؟ لازم اقول I must sleep، I must study، I must phone my friend. في الحاله ديت المعنى هيبقى complete بالنسبه لي، هيبقى كامل. فانا لما اقول في السترونج ادفايس يو ماست سي ا دكتور خلاص اصبحت بالنسبه لي سترونج ادفايس. بستخدم كلمه ماست كمان نمبر 2 في الرولز، في القواعد والقوانين. لما اقول للواحد زميلي يو ماست تيرن رايت، يجب ان تتجه يمينا، يو ماست تيرن ليفت، يجب ان تتجه يسارا، كلنا بنشوف الكلام ده موجود في اشارات المرور، في ترافيك ساينز في الشارع،
لازم اكون ملتزم بيها. فلما اقول له يو ماست تيرن رايت يجب ان تتجه يمينا، يو ماست تيرن ليفت يجب ان تتجه يسارا، في الرولز بستخدم معايا كلمه ماست. متى ايضا نستخدم كلمه ماست؟ بستخدمها كمان في الوارم انفيتيشن، دعوه في الدعوه سمة الود يعني. طبعا الدعوه الوديه اللي بيني وبين اصدقائي وبيني وبين اي حد. يعني لو النهارده مثلا في عيد ميلادي ومحتاج ان انا اعزم مستر احمد، اقول له يو ماست كام تو ماي بيرثداي، لازم تيجي النهارده عيد ميلادي. انا باكد عليه على حاجه، مش مجرد عزومه سريعه كده، لا، اقول له يو ماست كام تو ماي بارتي، يجب ان تاتي الى الحفله بتاعتي. انا هنا بعمل لك وارم انفيتيشن، دعوه، والدعوه هنا دعوه حاره مش دعوه عاديه كمان. فبستخدم فيها كلمه ماست. امتى كمان ممكن استخدم كلمه ماست؟ ممكن استخدم كلمه ماست في السيلف اوبليجيشن، في الالزام الداخلي الشخصي النابع من جوايا. وهي دي اللقطه والتكه الوحيده اللي بينها وبين هاف تو اللي بيحصل ما بينهم اختلاف. ايه الفرق بين ان انا استخدم ماست وان استخدم هاف تو؟ ماست انا بتكلم عن شيء نابع من جوايا، مش مفروض عليا خارجيا. Something like inner feeling. طبعا and I have a choice، وانا عندي اختيار ان انا انفذ او ما انفذش. لكن ال have to، you have to do this، لازم انت تنفذ ده. خلاص you have no choice. انت ما عندكش اي اختيار فيه. هو الموضوع كله بيتلخص في الفرق ده. لو الموضوع نابع من جواك استخدم كلمه ماست. لو الموضوع مفروض عليك خارجيا وانت مجبر هتنفذ هتنفذ، يبقى انت لازم have to او has to. فاديني مثال كده على السيلف اوبليجيشن. لما اقول I must buy a souvenir to my friends، انا يجب ان اشتري هديه تذكاريه الى اصدقائي. وليكن مثلا انا كنت مسافر جنوب افريقيا وكنت هناك، فانا بيني وبين نفسي انا ليا زمايل كتير لازم اجيب لهم هديه، ما لقيتش افضل من تيشيرت سان داونز ان انا اجيبه لهم معايا. فقلت اي ماست باي ديم سوفينير، لازم اجيب لهم هديه تذكاريه عشان برضو يفتكروني بيها. لو كملنا مع بعض بعد السيلف اوبليجيشن، ممكن استخدم كلمه ماست كمان للتعبير عن الملل او الضيق من اي شيء. دي برضو مهمه جدا. لو انا في واحد زميلي وانا عايز اعبر عن شيء هو بيعمله وانا متضايق منه، واحد زميلي بيتكلم بس بصوت عالي قوي، فقلت له must you speak loudly، معلش يعني فهمني، هو حضرتك لازم تتكلم بصوت عالي؟ انت بتتكلم بصوت عالي ليه؟ must you speak loudly. واحد زميلي مثلا لابس بدله شيك جدا وتمام، ولقيته لابس تاي الكرافته بتاعته لونها غريبه شويه على البدله، فبقول له must you wear this yellow tie، هو انت لازم تلبس الكرافات دي تحديدا؟ يعني لازم تلبس رابطه لونج دي تحديدا؟ كنت ممكن تغير اللون، انا شايف ان هي مغير الشكل اللي انت فيه. فلما اعبر عن شيء مضايقني، شيء انا متضايق منه، ابدا بكلمه ماست في البدايه. وشرط اساسي برضو ان انا لو استخدمت ماست لازم اجيب بعدها فيرب انفينيتيف، لازم اجيب بعدها فعل في المصدر. يعني ايه فيرب انفينيتيف؟ برضو يعني فعل خالي من الاضافات، يعني مفيش في نهايته اس، مفيش اي اس، مفيش دي، مفيش اي دي، مفيش اي ان جي في التصريف الاول للفعل. مش هينفع استخدم معاها كمان اوكسيلر فيربس افعال ناقصه. دي 5 يوزز، خمس استخدامات لكلمه ماست بهدوء. لو الطالب حفظهم مش هيتلخبط في اي واحده فيهم. برضه لازم نبقى عارفين ان كلمه ماست كمان انا ممكن استخدمها كاسم. لما اقول لك اتس ا ماست، انها ضروره، اتس ا ماست تو سليب ايرلي، عندنا اجتماع الصبح وصديقي صحي لحد وقت متاخر، فبقول له اتس ا ماست تو سليب ايرلي. دلوقتي الموضوع ضروري بالنسبه لك انك تدخل تنام، مش هتبقى مركز الصبح في الميتنج. واحد يقول لي بس حضرتك يا سير من ساعتها قاعد تقول ان ماست شود بي فولود باي انفينيتيف، لازم تجيب بعدها فعل في المصدر. ليه حضرتك هنا جايب بعدها تو؟ لان هنا ماست بالنسبه لي ما بقتش هي الموديل، ما بقتش هي الفعل الناقص اللي انا بستخدمه. ماست هنا اصبحت ناون، وانا جبت قبلها الاولان. اتس ا ماست تو يوز ذس بن، اتس ا ماست تو سليب ايرلي، اصبحت بالنسبه لي ده ضروره. دول الاستخدامات الاساسيه اللي انا بستخدم فيها كلمه ماست، بمعنى يجب ان نركز قوي في الجزء بتاع السيلف اوبليجيشن، الالزام الداخلي اللي هو نابع من جوايا. اي ماست باي ماي فريندز ا سوفينير، انا لازم اشتري لزمايلي هديه، انا مش مجبر ان انا اجيب لهم هديه، ده نابع من جوايا. اي ماست هيلب ماي ماذر توداي، انا لازم اساعد والدتي النهارده ان ذا كيتشن، انا مش مجبر على ده، الحاجات دي نابعه من جوايا. لكن لو مفروضه عليا من بره هو ده اللي انا هروح له دلوقتي حالا. زي المثال الاخير
المثال الاخير لا اتس ماست تو سليب ايرلي ده برضو يعتبر توجيه نصيحه مني ليه اتس ماست دلوقتي انت لازم تنام بدري على فكره هو ممكن ما ينامش بدري ممكن ما ينامش اصلا ويروح الصبح على الميتنج لكن النصيحه اللي نابعه من جوايا عشان الصبح تبقى انت مركز تبقى انت معدل الكونسنتريشن بتاعك التركيز بتاعك عالي فتبدا تادي بشكل كويس لو انا اتكلمت على هاف تو وهاز تو ودي النقطه برضو المهمه اللي اولادنا لازم يركزوا فيها قوي وقلنا قولا واحدا فيها من غير اي شكوك انت هتستخدم have to و has to when you have no choice لما ما يكونش عندك اي اختيار هنأكد تاني احنا بنستخدم have to وبنستخدم has to when you have no choice لما يبقى ما عندكش اي بديل ما عندكش اي اختيار في شيء بمعنى لما اقول we have to bring our passports. To travel abroad. نحن يجب أن نحضر جوازات السفر لكي نسافر بالخارج. النهاردة معاد الطائرة بتاعي الساعة 2 وأنا هسافر. مش معقولة هتعدي من المطار مش معقولة. لازم أنت مجبر أنك تجيب جواز السفر بتاعك معك. الموضوع أنا ما أصبحتش هنا مخير. انا اصبحت مسير الموضوع هنا في اجبار عليا وبعدين مش اجبار من جواي ده برضه اجبار خارج ومش هينفع ان انا اتغاضى عنه فبالتالي لازم استخدم هاف تو يبقى وي هاف تو برينج اور باسبورتس تو ترافل ابرود لما اجي رايح ماتش مثلا اتفرج على مباراه في الاستاد يو هاف تو برينج يور تيكت يجب ان تحضر التذكره بتاعتك والا لن مش هتخش من على البواب خلاص الموضوع هنا ما بقاش اختياري بالنسبه لك فانت بتستخدم هنا هاف تو ناكد على اولادنا ان هاف تو هي بالظبط هاز تو مفيش اي فرق غير ان has to بتيجي مع المفرد مع he she و it واي اسم singular اي اسم مفرد احمد محمد فاتن ابراهيم علي استخدم اي اسم مفرد يجيب مع has to ما تنساش ان have to بتيجي مع i و you و we و they واي اسم جمع هجيب معهم have to برضو هنتفق على اتفاق زي ما اتكلمنا على ماستن هي should be followed by infinitive have to has to should be followed by infinitive لازم يجي بعدهم الفعل في المصدر وده مهم جدا بالنسبه لاي طالب هستخدم have to وهستخدم has to when we have no choice لما ما يكونش عندنا اختيار قلنا we have to bring our passports يجب ان نحضر جوازات السفر to travel abroad لكي نسافر للخارج عندي شكل برضو الناس ما بتبقاش واخده بالها منه ان انا ممكن اقول we have got to bring our tickets يجب أن نحضر we have got to bring our tickets يجب أن نحضر التذاكر بتاعتنا to see the match have got to إمتى استخدم have got to هي have got to هي have to وhas to لكن استخدامها في البريتش لانجوج في الإنجليزي البريطاني أكتر من استخدامها في الإنجليزي الأمريكان ف have got to هي هي بالظبط have to و has to نأكد على الناس إن في فرق بين verb to have العادي verb to have و have to verb to have العادي اللي هو لما أقول I have a car أنا أمتلك سيارة I have a car ده فعل عادي بمعنى عنده لديه يمتلك يتناول كل ده معناه have لكن اللي أنا بستخدمه فوق have to أنا يجب أن أو أنت يجب أن أو نحن يجب أن الحاجات دي كلها فيها obligation فيها إلزام طيب أنا دلوقتي عرفت الفرق بين have to و has to واتفقت هشتغل بيهم إمتى برضو ممكن أستخدم need to وبرضو هيتصرف كفعل عادي خالص يعني لما أقول I need to bring my box at school أنا يجب أن أحضر أدواتي وكتبي في المدرسة هنا استخدمت need to الفيرب ده مهم جدا جدا استخداماته لا تقل أهمية عن must استخداماته لا تقل أهمية عن have to بمعنى يجب أن واحد يقول لي احنا ملاحظين أن حضرتك كل اللي انت كتبته قلت أن استخداماته بمعنى أو يجب أن هل ممكن يجيب التلاتة في الاختيارات في الامتحان؟ هل يجرؤ أن هو يجيب الاختيارات دي في الامتحان؟ طبعا يجرؤ وبيجيبهم على طول مش هينفع ان هو ما يجيبش دول
بس احنا اتفقنا على اتفاق ان هاف تو في حته تانية خالص عن الباقيين. هاف تو هاز تو لما تبقى مجبر وما عندكش اي اختيار. الزام خارجي. الزام خارجي. ماست ونيد تو ممكن بقى يحلوا محل بعض. طب هل لو جابهم في الامتحان هيعمل معايا ايه؟ لو جاب الحاجات دي في الامتحان بيجيب سؤال بسيط خالص ويقول لي does علي وقال لي has to وقال لي have to وقال لي needs وقال لي must phone his boss وقال لي اختار does علي has to ولا have to ولا needs ولا must phone his boss. سؤال مهم جدا كلهم بمعنى يجب ان. طبعا اي طالب مستعجل متوتر هيفكر ان علي مفرد يفكر في has to. لكن واحد زميله هيرد يقول له لا طب انا عندي كمان كلمه needs. طبعا الاثنين مش مركزين مش واخدين بالهم اساسا ان السؤال بادئ بدو او بدز. بمجرد ما تستخدم فيرب تو دو في اي مكان لازم استخدم الانفينيتيف. لازم استخدم الفعل في المصدر. الفعل في المصدر هنا مفيش فعل في المصدر في دول غير هاف تو. يبقى دز علي هاف تو فون هيز بوس. واحد يقول لي حضرتك ازاي تستخدم مع علي هاف تو؟ القصه مش قصه علي. القصه قصه انك استخدمت فيرب تو دو. دو دز ديد الثلاثه لازم تجيب بعدهم انفينيتيف الفعل في المصدر. فبقى دز علي هاف تو فون هيز بوس. طب واحد يقول لي حضرتك ليه استبعدت كلمه ماست؟ ماست هنا موديل فيرب فعل ناقص ما ينفعش اسال عليه فيرب تو دو. بمجرد ما تلاقي دو او داز في اول السؤال استبعد ماست خالص. ماست بره الحسابات بتاعتك. بقى الاجابه بتاعتي داز علي هاف تو فون هيز بوس. ده بالنسبه لنيد تو. طيب حضرتك احنا ملاحظين انك بتتكلم كل الجمل اللي فاتت في صيغه البريزنت في صيغه المضارع. متى نستخدم الباست صيغه الماضي او ايه الفرق بينهم في صيغه الماضي؟ مبدئيا الموضوع سهل خالص. في الباست في صيغه الماضي must لا تستخدم في الماضي. have to لا تستخدم في الماضي. need to لا تستخدم في الماضي. ليهم بديل انا بستخدمه في الباست لما بقول had to. علي a taxi او take a taxi yesterday. المفروض ياخد تاكسي امبارح. وقال لي هاف تو وقال لي هاز تو وقال لي هاد تو وقال لي ماست. مبدئيا لما حاولت احدد التنس اللي انا شغال عليه في الجمله لقيت فيه كلمه يسترداي. طبعا اكسبريس سمثينج ذات هابند ان ذا باست اند كومبليتلي اندد. بتعبر عن شيء حصل في الماضي وخلاص انتهى تماما. طالما بتكلم على ده في الماضي انا ما عنديش اي اختيارات غير ان انا اجيب هاد تو. طب هاد تو بتيجي مع اي وي وي وذي ولا هي وشي وات؟ هاد تو بتيجي مع كله مع اي وي وي وذي ومع هي وشي وات. فبقى علي هاد تو تيك تاكسي. علي اضطر ان ياخذ تاكسي بالامس. خلاص اصبحت الجمله بتاعتي في صيغه الماضي. طب لو حبينا نتكلم ان ذا فيوتشر في المستقبل وعايز اعبر عن شيء في المستقبل عندك طريقتين. ممكن اقول اميره ماست bring her tools tomorrow. أميرة يجب أن تحضر الأدوات بتاعتها غدا. ما عنديش مشكلة. الجملة بتاعتي in the future المرحلة الزمنية اللي أنا بتكلم فيها the future tense something that will happen in the future حاجة لسه هتحصل إن شاء الله. فأنا بقول أميرة يجب أن تحضر أدوات. طالما الجملة بتاعتي future مستقبل يجوز إن أنا أستخدم كلمة must. لكن الأكثر شيوعا لما أقول أميرة will have to وجاب لي اختيارات will help her son next week وجاب لي في الاختيارات have to has to وجاب لي must وجاب لي mustn't وقال لي لو سمحت اختار. مثال زي ده أميرة will help her son next week.
واحد يقول لي الجمله بتاعتي next week in the future tomorrow next week مستقبل خلاص بقى حاجه لسه هتحصل خلاص حاجه لسه هتحصل يبقى اكيد حضرتك لسه شارح وقايل الاجابه بتاعتي must ويبقى طالع من الامتحان يعني فايق قوي وفرحان انه جايب الدرجه النهائيه وانا طبقت اللي السير قاله بالظبط انا اخترت كلمه must عشان هي future مش واخد باله ان في قبل السبيس قبل الفراغ عندي كلمه well والمودل فيرب فعلا ناقص برضو لا يجوز استخدام تو مودلز مش هينفع اقول ويل ماست مش هينفع فانا هنا استبعدت كلمه ماست من الاختيارات وبقى اجاباتي ويل هاف تو ولا ويل هاز تو ولا ويل ماسنت طبعا برضو زي ما احنا متفقين ماسنت اوت ماسنت بره الحسابات خالص طلعنا اتفضل عندي هاف تو وتفضل عندي هاز تو واحد يقول لي اميره مفرد فالمفرد ياخد هاز تو اقول له نرجع تاني برضو للقطه البسيطه في هنا ويل الافعال الناقصه ويل وود وكان وكود وشال وشد ومي ومايت وماست شود بي فولود باي انفينيتيف التصريف الاول للفعل يبقى الاجابه بتاعتي ويل هاف تو يبقى اميره ويل هاف تو سيتوجب عليها مساعده ابنها نيكست ويك الاسبوع القادم برضو ده شكل من الاشكال اللي انا بشتغل عليها في مثال كمان الطلبه ولادنا ممكن ما يكونش شائع بالنسبه لهم لكنه مهم الاستخدام ده طلبة كتير ما اتعاملتش معاه وهو انك ممكن تعبر عن الاوبليجيشن عن الالزام والنسيسيتي والضرورة باستخدام verb to be باستخدام verb to be بمعنى لما اقول the minister الوزير is to visit our school today الوزير is to visit our school today واحد يقول لي ايه الشكل الغريب ده انا اول مره اشوف verb to be جاي بعدها to هو ده لو استخدمت verb to be am و is و are وجبت بعدها to يبقى انت هنا بمعنى يجب ان ودي غالبا بستخدمها في الفورمال اوكيجنز في المناسبات الرسميه بتكلم على الوزير بتكلم على البريزيدنت الرئيس الحاجات دي لما بستخدمها يفضل استخدام verb to be فيها مع المفرد بجيب is مع الجمع بجيب are لو هتكلم على نفسي طبعا هجيب am وده الشكل بتاع verb to be فلما اقول the minister is to visit our school خلاص ده معروفه رودولف راسندل is to be the new king رودولف راسندل لازم يكون هو الملك الجديد والا الملك بتاعنا مش هينفع الملك بتاعنا مخطوف مين اللي هيحل محله خلاص استخدمنا is to شفناها في الستوري في القصه عشان يبقى بمعنى يجب ان فنركز مع بعض ممكن التركيبه دي am is و are و to بمعنى يجب ان طيب امتى كمان نستخدم كلمه لا يجب احنا دلوقتي كل ده اتكلمنا لما باجي اكلم الطالب واقول له انا يجب انت يجب نحن يجب كل ده خلاص بستخدم must بستخدم have to اتكلمنا على need to طيب انا بقى لو عايز اقول لك لا يجب وهنا انت لازم تقف وتسال نفسك سؤال لا يجب ان ترتدي هذا الجاكيت هل هنا انا بعمل لك منع وتحريم واجبار انت مش هينفع تنفذه ولا انا بقول لك ومزاجك لو انت عايز براحتك لو مش عايز it's up to you هنا الموضوع هو ده الفرق الوحيد هي دي البوينت اللي فيها اللقطه لو انا بقول لك ممنوع ان تدخن في محطه البنزين ده مش بمزاجك طبعاً انت هنا مجبر الا انت هتضحي بحياه الناس كلها you mustn't بستخدم فيها mustn't انما لو احنا دلوقتي لسه البرنامج بتاعنا فاضل عليه ربع ساعه وحضرتك لقيت واحد من واحد من اعضاء الفريق جاي لسه جاي بيجري فبتقول له you needn't run انت مش محتاج تجري we have some time احنا معانا وقت يبقى انت مش ضروري انك تجري مع انه لو عايز يكمل جري هيكمل براحته يبقى اذا لو انا بتكلم عن شيء ممنوع معنى عن باتن it's not allowed غير مسموح به خلاص انا هشتغل على mustn't لكن لو هقول للشخص اللي قدامي مش ضروري تعمل ده ولو انت عايز اعمل بستخدم كلمه needn't ونشوف البدائل بتاعتها لو نشوفها كده عن طريق examples امثله بسيطه احنا قلنا احنا هنفصل الاثبات عن النفي ده ملوش دعوه بده خالص لو جينا نتكلم اول واحده وقلنا وي وجاب لي سبيس وقال لي سموك and petrol station ده الزام خلاص ملوش علاقه بالالزام تحريم ملوش علاقه خالص بمست هاف تو الاولانيه هي دي البوينت الاساسيه اللي بتعمل كونفيوجن عند الطلبه
اللي بتخليهم يتلخبطوا. لو انا دخلت الاثبات مع النفي هيغلط. انا عايز هنا اشوف وي وجاب لي ماست وجاب لي هاف تو وجاب لي نيدنت وجاب لي ماسنت. ماسنت مبدئيا احنا هنسهل الامور وهنعمل حذف اجابتين. تمام. نحن ايه ندخن ان بيترل ستيشنز؟ الاول يجب ولا لا يجب؟ لا يجب. لا يجب. ماست اوت هاف تو اوت. خلاص انا بسهل الامور بقت نيدنت وبقت ماسنت. نحن لا يجب ان ندخن في محطات البنزين. هل ده شيء برغبتنا ولا احنا اجينست ذا لو ضد القانون؟ طالما الشيء ده ضد القانون اتس اجينست ذا لو اتس الليجل غير شرعي اتس بروهيبتد ممنوع اتس باند محظور اتس دانجرس انه امر خطير. الامور دي كلها انت ما عندكش بديل غير كلمه ماسنت. وناكد برضو ماسنت شود بي فولود باي انفينيتيف لازم يجي بعدها الفعل في المصدر. بمجرد ما هتستخدم اي حاجه من المودلز هتجيب فعل في المصدر. يبقى we mustn't smoke in petrol stations, we mustn't speak in the library, ممنوع نتكلم في المكتبه. خلاص الحاجات دي كلها رولز بالنسبه لي مش هينفع ان انا خالفها والا هتبقى it's against the law ضد القانون. نفس الكلام برضو لما اقول we وقال لي must وقال لي have to وقال لي needn't وقال لي mustn't hurry. It's still early. نحن إيه؟ نسرع. It's still early. مفيش داعي نسرع. لسه بدري. لسه بدري. ها. نحن يجب أن نسرع ولا لا يجب؟ مبدئياً لا يجب لا أن يجب. نسرع. يبقى must out, have to out. يبقى أنا هركز مع needn't و mustn't. تمام. هل ده against the law ضد القانون؟ لا. لا طبعاً. لا. هل ده prohibited؟ هل ده banned؟ لا طبعاً. خلاص في الحالة ديت هستخدم هستبعد كلمة mustn't ويبقى الإجابة بتاعتي needn't. We needn't hurry. نحن لا يجب أن نسرع. ونأكد على الناس needn't ملهاش دعوة بneed. needn't should be followed by infinitive. لازم هيجي بعدها الفعل في المصدر مباشرة. طب إيه حكاية need؟ يجوز إن أنا أستخدم don't have to. يجوز إن أستخدم doesn't have to. don't need to. doesn't need to. وجاب لي الأربعة دول وقال لي إيه الفرق بينهم وبين needn't. هنلاحظ إن الأربعة في آخرهم to. وطالما استخدمت to يبقى should be followed by infinitive. لازم يجي بعدها الفعل في المصدر. يبقى هي needn't هي نفس الاستخدامات بتاعه don't have to, doesn't have to, don't need to, doesn't need to. الأربعة زي بعض. بس طبعا ما ننساش إن don't, I, we, they, doesn't, he, she, it. ما فيش حاجة اسمها عشان he, she, it تقول لي هختار has to. آسف verb to do نهى الموضوع. هتستخدم do أو does أو did. هتستخدم don't أو doesn't أو didn't. ما قدامكش غير have to أو need to فعل في المصدر بعدهم مباشرة. الأربعة دول بمعنى لا يجب اللي بنقول عليه it's not necessary. ده شيء مش ضروري. هنا في lack of necessity في نقص الضرورة. يا عم مش لازم أقول له it's not necessary. ليس من الضروري to wear the jacket. مش لازم تلبس الجاكيت ده. الجو النهاردة it's sunny. الجو النهاردة مشمس. مش لازم اقول له يو ماست ممنوع منعا باتا انك تلبس. لا طبعا انا ما قلتش كده. انا بقول له يو نيدنت يو دونت هاف تو هي دازنت هاف تو. برضه ممكن يجي لي في الاختيارات في الامتحان ويعمل مشكله بالنسبه لاولادنا لما بيقول يو وقال لي قبل الاختيارات يو دونت وقال لي هنا هاف تو وقال لي has to وقال لي have وقال لي mustn't wear a jacket it's warm you don't eat wear a jacket it's warm. طبعا اي طالب عارف ان بمجرد ما هلاقي فيرب تو دو هضطر ان انا اروح للفيرب انفينيتيف الفعل في المصدر. اول حاجه هستبعدها هاز تو. طالما جبت دونت تو دازنت بره هاز تو عندي هاف تو عندي هاف عندي ماسن. بمجرد ما استخدمت دونت كفعل مساعد اكيد هستبعد كمان كلمه ماسن. مش هينفع فعل مساعد وموديل ورا بعض. بقى الاجابه عندي هاف تو وهاف.
لازم الطالب يبقى عارف ان في فرق بين have to كفعل بمعنى يجب ان، وان انا استخدم have بمعنى عنده او لديه او يمتلك. طبعا out كمان يبقى الاجابه فعلا. كمان تيجي تو فيربس ورا بعض. اه طبعا have where. مش هقدر اقول have where والا هبقى محتاج بقى اجيب past participle واخش في present perfect مضارع تام وازمنه ثانيه ملهاش اي علاقه. يبقى you don't have to wear a jacket، مش ضروري انك تلبس جاكيت يا عم، الجو it's warm يعني الجو عادي. ناكد برضو ان انا عشان استخدم كلمه needn، عشان استخدم don't have to doesn't have to، it's up to you، الموضوع يرجع لك انت يا تنفذ يا اما ما تنفذ. انما mustn't it's illegal it's banned it's prohibited it's against the law it's against the rules it's dangerous. الحاجات دي كلها بستخدم فيها كلمه mustn't. كمان ممكن اجيب كلمه mustn't للتذكره، لما اجي emphasize اكد معلومه معينه بالنسبه للطالب اقول له we mustn't forget، بلاش ننسى we mustn't forget that tourism is an important source for hard currency. عايز أكد على الناس إن السياحة مهمة جدا في بلدنا، ربنا يحفظ بلدنا طبعا، وإن السياحة دي من الأشياء الضرورية to bring hard currency. عايز أكد عليك على المعلومة دي، أقول لك we mustn't forget، أوعى تنسى ده، أكني بالظبط بقول لك you must remember too، يجب أن تتذكر أن. عايز أجيبها لك بشكل مثبت أقول لك you must remember، لازم تفتكر. عايز أقول لك ما تنساش أقول لك you mustn't forget. واحد يقول لي بس أنا هنا ما فيش تحريم في الموضوع، من ضمن استخدامات الكلمة mustn't ان انا للتذكرة ااكد على زميلي، ااكد عليه بمعلومة مهمة، اقول we mustn't forget، ممنوع ان احنا ننسى الكلام ده. بستخدم ال mustn't في حالة المنع والتحريم. عندي لقطة مهمة جدا في زمن الباست، في زمن الماضي، لما باجي اقول للشخص بقى ما كانش لازم تعمل كده امبارح. دي حتة مهمة قوي، وبرضو ممكن تكون موضع امتحان، هي حصلت وجات قبل كده في امتحان من امتحانات ثانوية عامة. لازم نكون عارفين النقاط اللي بتيجي فيها. نأكد برضو لونج مان والخبراء اللي بيحطوا منهج ثانوية عامة أكدوا دايما علينا إن there are some slight differences between must have to. قالوا إن في بعض الاختلافات الطفيفة ما بين must have to، وده اللي بيعمل confusion عند الناس. فأنا مش عايز الطالب يبقى مرتبك قوي ومشدود قوي في الامتحان. ليه؟ في بعض الجمل تنفع تشتغل must وتنفع تشتغل have to عادي، ما فيش مشكلة. we must wear helmets، يجب أن نرتدي الخوذة. while riding motorbikes، أثناء ركوب الدراجات البخارية، في نفس الكتاب في الصفحة اللي بعدها على طول we have to wear helmets، motor riders راكب الدراجات البخارية have to، يجب أن يرتدوا helmets. موجودة. فأنا مش عايز الناس ترتبك. اللقطة اللي جاية دي مهمة قوي. قال I didn't have to pay the bill. Tulip paid it. فيش داعي انك تدفع الفاتورة. انا ما كانش لازم ان انا ادفع الفاتورة. تيوليب هي اللي دفعتها. طبعا انا لما جيت ابص لده، انا هنا بتكلم على شيء something happened in the past، حاجة حصلت في الماضي. ما كانش لازم ادفع الفاتورة لان تيوليب دفعتها. هنا السؤال، هل انا دفعت الفاتورة ولا ما دفعتهاش؟ دفعتها. هنا بالشكل ده كده المعنى هيختلف عن لما اقول I needn't have added more salt. I needn't have added more salt. It became salty. لقد أصبحت مالحة. نركز في الجملة الأولى ونركز مع بعض ونشوف إيه اللي أنا عملته وإيه اللي أنا ما عملتوش. أول جملة I didn't have to pay، ما كانش ضروري إن أنا أدفع الفاتورة لأن تيوليب بيدت دفعت. هنا السؤال، مين اللي دفع الفاتورة؟ توليب. يبقى أنا شيء ما كانش ضروري أن أفعله ولم أفعله، أنا ما عملتش. اللي عمل توليب، بدليل إنك لو رحت تدفع الفاتورة مش هيقدروا ياخدوا منك الفلوس، هيقولوا لك الفاتورة بتاعتك مدفوعة. إذا ده شيء something حدث ما تمش، that was unnecessary، شيء ما كانش ضروري، وما الحمد لله ما عملتوش لأن في شخص آخر هو اللي عمله. لكن الجملة الثانية
I needn't have added more salt. ما كانش لازم احط ملح زياده كده بقى it became salty. الشوربه بقت ملح اكتر من اللازم. هنا الجزء الثاني ده هو اللي اكد هو اللي فسر لي الجمله الاولانيه. اصبحت هنا شيء ما كانش ضروري ان افعله ولكني فعلته. يبقى needn't have plus LPP. نقول لقطه بسيطه needn't plus infinitive needn't plus have will be be. needn't plus infinitive شيء مش ضروري ان انا اعمله دلوقتي. بلاش تعمل ده بس بمزاجك لو عايز براحتك. انما لو هتكلم in the past لو هتكلم في الماضي انا هشتغل على needn't have will be be needn't have وتصريف التالت. ولازم ياكد عليا في الجمله ان الشيء حدث تم بالفعل او لم يحدث. الجمله اللي جت هناك it became salty خلاص دي اصبحت حدث. دي خلاص بانت ان انا شيء ما كانش ضروري انا افعله ولكني فعلته. يبقى انا بستخدم هنا ده في حاله needn't. في كمان مثال لما اقول must you wear this yellow tie it's ugly. هو انت لازم تلبس الكرافات دي مش حلوه. انا هنا شايف ان انا متضايق فمنها فاستخدمت كلمه مين must. ركز في اللي جايه must you wear this yellow tie as a part of your formal uniform. ايه الفرق بين الاولى وايه الفرق بين الثانيه؟ في الجمله الاولى في الفيرست سنتنس must you wear this yellow tie must you wear this red tie. هو انت لازم تلبس الكرافات الحمراء دي لازم تلبس الكرافات الخضراء دي ليه؟ انا هنا حاسس انها مضايقاني شويه فاستخدمت كلمه مين must للتعبير عن الضجر والضيق. انا مش مبسوط فاستخدمت كلمه must. انما في السؤال الثاني هو انت لازم تلبس الكرافته دي كجزء من الزي بتاعك. هنا ده اصبح استفسار وسؤال عادي مش تعبير عن ضيق. فيفضل في الشكل ده ان انا ما اقولش must you wear اقول له do you have to wear. هل لازم تلبس this yellow tie as part of your كذا. يبقى استخدامي لي لمصر في السؤال استخدام ال have to في السؤال ده جزء مهم جدا جدا بالنسبه لي. اتمنى الناس تكون فهمت الفرق بين must we have to we need to mustn't we needn't. ناكد على الناس ان انا استخدامي لكلمه mustn't ده منع وتحريم. انا ممنوع انك تستخدمه. it's against the law it's prohibited it's banned it's illegal. انا بستخدم كلمه needn't وبتساويها don't have to don't need to. بستخدم الحاجات ديت لما يكون عندي lack of necessity it's not necessary ده شيء غير ضروري. ناكد على الناس necessary ملهاش دعوه بmustn't خالص. necessary دي لما اقول لك it's necessary to study it's necessary to bring your pen it's necessary to wear your glasses بستخدم necessary فيها يبقى ده بيساوي كلمه must. لكن لو انا هقول لك it's against the law it's prohibited it's banned الحاجات دي كلها اللي فيها منع وتحريم بستخدم فيها كلمه must قولا واحدا. في ناس ممكن برضو تقول لي must لها استخدام تاني. must فعلا لها استخدام تاني بس ده اللي هنعرفه ان شاء الله في grammar unit 15 في جرامر الوحدة ال 15 اللي بيتكلم عن الديدكشن عن الاستنتاج. هنتكلم فيه عن must هنتكلم فيه عن can't هنتكلم فيه عن كلمة mine عن might وهنقول ان مفيش اصلا mustn't في الاستنتاج. اللي انا بستخدمه ده obligation and necessity الاشياء الضرورية اللي انت مجبر ان انت تعملها او الاشياء اللي انت محرم عليك ان انت تنفذها. اتمنى من ولادنا يكونوا تابعوا معايا ويتابعونا على صفحة البرنامج عشان نشوف كمية الأسئلة اللي احنا هنسألها على ده وأي حد عنده استفسارات احنا كلنا موجودين إن شاء الله. شيق وجميل واستفدنا بغزارة يعني تمام. ميرسي جدا دكتورة الله يخليكي. ميرسي جدا مستر أحمد ورب ولادنا يكونوا استفادوا معانا وياريت تابع معانا أول بأول وإن شاء الله يكون الاستفادة دايما موجودة في برنامج مدرس على الهواء. في ضيافة طبعا مستر أحمد سعيد ودكتورة فاتن سعيد جدا أن أنا موجود معاكم كل مرة ورب إن شاء الله نوصل المعلومات بشكل صحيح. شرفتنا مستر محمد وحلقة من الحلقات الممتعة جدا استفدنا كلنا معاك وطبعا بننوه في وجود مستر محمد أحد مؤلفي كتاب مدرس على الهواء
ان الكتاب دلوقتي يعتبر في الطباعه على وشك الانتهاء معايا. كتاب يعتبر حاجه جميله جدا، فيما يقرب من حوالي 30 امتحان بما فيهم ال 12 الامتحان بتوع الورك بوك، بالاضافه ما يقرب من حوالي 1000 جمله اختياري، بالاضافه برضو شرح تفصيلي من خلال الاسئله. لا حضرتك مستعجل وبتقول لا، ارجع تاني من الاول كده وقول بالراحه الكتاب يشمل ايه عشان الناس تعرف. محتويات الكتاب طبعا بالنسبه لكل مدرسي اللغه الانجليزيه على مستوى الجمهوريه، لان الكتاب هيبقى افيلبل بالنسبه للناس كلها. الكتاب المحتويات بتاعته عباره عن حوالي ما يقرب من 30 امتحان. تاني 30 امتحان. تمام. بما فيهم ال 12 الامتحان اللي هم في الورك بوك اساسي. في عندنا بتحليل ما يقرب من حوالي 1000 جمله اختياري على المنهج ازهول. وفي عندنا محلولين يا مستر ال 1000 جمله؟ كل الكلام ده هيبقى له موديل انسر بس سيبريتد عن الكتاب، بحيث يبقى ايه مع المدرس ممكن يديه للطالب بعد ما يحل مع الامتحانات دي والاسئله دي مع الاول، وبعد كده يبقى يديله ايه كوبي منها يعني. جميل جدا. ومن ضمن ال 1000 جمله فيهم 200 فيهم 200 جمله توب ليفلز، مستويات عاليه متفوقين. وال 800 الباقيين الحاجات اللي هي بتيجي في امتحانات ثانويه عامه. برضه انا مش حاسس الطالب يبقى مشدود قوي وحاسس ان اللي هيجيب له في امتحان ثانويه عامه هيجيب له حاجات يعني فوق الطبيعه، لا، اللي بيحط امتحان ثانويه عامه لجنه محترمه بتقيس الاسئله على ده، وعارفه ان في فوارق فرديه ما بين الطلبه وبعضها، لو في نقطه او اتنين بيجوا في الامتحان مستويات عليا بيبقى عشان تميز طالب معين ونوعيه معينه. طبعا. لكن بقيه الامتحان بيبقى بالنسبه للطلبه كلها لازم تتدرب كويس، اختار نوعيه الاسئله اللي انت هتحل عليها، واحنا ريحناك من دي، احنا اخترنا لك الاسئله اللي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان يخرج عنها امتحان ثانويه عامه السنه دي. الكلام ده ما بنتكلمش كلام بس، احنا بنقول ده غيره مدرسين مصر حاطين الافكار بتاعتهم وحاطين الافكار اللي موجوده في كتاب المدرسه. لان مستر احمد سعيد اختار باقه محترمه من مدرسين جمهوريه مصر العربيه لوضع هذا الكتاب وهذه الحلقات. كمل يا مستر المحتوى بتاع الكتاب. احنا بنأكد زي ما قال مستر محمد ودكتور فاتن ان الاستاف اللي موجود معانا يعتبر من خيره المدرسين على مستوى الجمهوريه، يعني اقل مدرس سنا وليس مقاما خبره مش اقل من 20 سنه في التدريس، فكتاب هينول اعجاب الجميع. وطبعا في جزء كبير جدا مغطي القصه بشكل شابتر باي شابتر من خلال الاسئله باجابتها. كتاب هيبقى تحفه يعني ان شاء الله، ان شاء الله ينول اعجاب المدرسين كلهم على مستوى الجمهوريه. في مفاجآت جوه الكتاب يا مستر؟ أكيد. طب قول لنا مفاجأة واحدة عشان يبقى سسبنس للبرنامج. المفاجأة ما ينفعش تتقال. واحدة بس. المفاجأة ما ينفعش تتقال. مستر لما كنت بتشتغل على الكتاب إيه أكتر حاجة كنت حريص عليها؟ سكيلز طبعًا، السكيلز المهارات، يعني الطلبة بتوعنا بيهملوا جزء كبير جدًا في الباراجراف والديالوج والمحادثة والترانسليشن الترجمة. إحنا اخترنا لهم نوعية معينة محطوطه في كل الامتحانات، متقسمه على كل الامتحانات عشان تعلم الطالب حاجه معينه، يعني تعلم الطالب نقطه ما بنكررش في المحادثه الاولانيه في الامتحان الاولاني زي المحادثه الثانيه، لا احنا مختارين نقطه معينه بوينت معينه في الامتحان الاولاني بننمي مهارتها في الامتحان الثاني والامتحان الثالث، بناكد بنشوف الحاجات اللي جت في امتحانات ثانويه عامه وبنبدا نشتغل عليها. برضو الترانسليشن الترجمه، الكرنت ايفنتس الاحداث الجاريه، ده جزء مهم جدا 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 حاطينه، بعدنا قوي عن التعقيد، بعدنا قوي عن الكلمات الصعبه قوي قوي اللي الطالب بيحفظها بس وبيعمل حشو كتير على الفاضي في الاخر ما بتجيش في الامتحان، لكن اشتغلنا على الجزء اللي هو ممكن يجي في الامتحان، وفي نفس الوقت عملنا له ثروه لغويه كويسه جدا جدا في الجمل، هو هيبقى مستمتع وهو بيحل، مش محطوط تحت ضغط كبير. حتى القطع الكومبرينشن مش موجود قطعه بس كده، في اجزاء بتقيس مستويات التفكير العليا، في جمل بتقيس الديدكشن عمليه الاستنتاج، في جمل بتقيس البارافريزنج ازاي تقدر تلخص المعلومه، مش مجرد طالب كوبي بيست بيبص في القطعه فعايز يلاقي الاجابه فيبدا يحطها، لا ده خلاص عفى الزمن عن ده خالص. المفروض الطالب دلوقتي عارف ان السؤال بتاع القطعه 10 ماركس 10 درجات، مختارين له قطعه محترمه قوي تمام هتساعده، وان شاء الله الكلمات الصعبه اللي فيها برده هيلاقي برده الترجمه بتاعتها موجوده بشكل مبسط وشكل بسيط يعني ان شاء الله. مستر احمد هل فعلا الطالب اللي حضر كل حلقاتنا وبيحضر معانا هيحل ببساطه الكتاب ولا هيحس ان في مشكله؟ لا هو الموضوع سلس جدا، لو هو متابع الحلقات كلها كشرح هيبقى الموضوع سلس جدا بالنسبه لحل التمارين، وبعدين احنا هنوظف الكتاب من خلال الحلقات بتاعتنا ومن خلال الجروب اللي استف معانا من المدرسين لشرح الاجزاء اللي موجوده في الايه في الكتاب، هيبقى على الهواء مباشر طبعا. واحنا اعتقد احنا سايبين ارقام تليفوناتنا الشخصيه لاولادنا في التوقيت اللي الكتاب هيبقى موجود فيه، واي حد عنده استفسارات وعنده اي حاجه احنا جاهزين طبعا في اي وقت، احنا بنحاول نوصل لك المعلومه كامله،
لدرجه حتى لو سؤال، يعني حتى لو هو مجرد سؤال وانت هتسال عنه بيجي في الامتحان. يعني انا اتذكر من سنتين كان في ولد من الصعيد كلمني في 2000 الكلام ده كان في 2015، كان ليله الامتحان، كان بيسالني في جمله في اس وناز، الطبيعي ان اس وناز بيجي بعدها باست بيرفكت والشق الثاني باست سيمبل. فسالني قال لي هو اس وناز ممكن يجي بعدها بريزنت سيمبل والشق الثاني فيوتشر؟ قلت له طبعا، ده رابط من الرابط اللي ممكن زي افتر وزي وين بيجي بعديها يا ابني مضارع بسيط، والشق الثاني فيوتشر مستقبل. صحي الصبح في الامتحان، كانت في الامتحان ثاني يوم في الفايند ميستيكس، وطبعا دي خلاص ده قدره نصيبه ان هو يسال، وانا سهران معاه ورديت عليه انا ما عنديش مشكله. ما ده دور كل معلم، احنا موجودين عشان خاطر ولادنا مش اكتر من كده. اكيد، هو الكفر بتاع الكتاب بالطبع الكفر عليه صوره المدرس اللي معانا في الاستاف بتليفونه، طبعا مش للمعاكسه، للاستفسار بالنسبه للطلبه لو اي سؤال واقف قدامهم، فاحنا موجودين معاك على مدار الموسم الدراسي وان شاء الله ما فيش اي قلق من اي نوع. سؤال جاي لك يا مستر من مباشر كده، انت سهلت الدرس وشرحته وبنقول بطريقتنا كمدرسين صبوره تدرس، هل ده معناه ان الامتحان هيجي سهل والمدرسين بقى اللي بيصعبوا لنا المنهج؟ احنا مع مين؟ مع السهل ده ولا اللي بيصعبه؟ مبدئيا اللي انا قلته ده مش سهل، اللي انا قلته ده هو من كتر ما فهم حاسه انه سهل فبعد السؤال مباشر. الاكزامبلز اللي انا اديتها على السبوره هي الامثله اللي جت في امتحانات ثانويه عامه قبل كده، اللي هي فيها مصدر الامتحان، اللقطات اللي موجوده في كتاب المدرسه، اللي الهدف الاساسي المفروض الدرس، احنا بيبقى عندنا ايمز اهداف للدرس المفروض مع نهايه الدرس اوصل الطالب بيها، دي الاكزامبلز اللي انا اشتغلت عليها. الدرس بسيط جدا، هتفصل انت ما بين يجب وما بين لا يجب، ما بين المنع والتحريم، والدنيا هاديه خالص، واشتغل على الاكزامبلز اللي موجوده في كتاب المدرسه، استحاله يجي لك غير كده. بص في امتحانات ثانويه عامه السنين اللي فاتت هتلاقي اللي انا بشتغل عليه ده هو اللي جه في امتحانات ثانويه عامه، الدروس كلها سهله والامور كلها بسيطه، واللغه الانجليزيه ممتعه جدا 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 جدا، بس لو الطالب والطالبه ذاكروا من غير ستريس، من غير ضغط، من غير ما يبقى حاسس ان كل حاجه الوضع الامتحان عامل له تريك كبيره فيه، ليه انت حاطط في ده؟ ليه حاطط في دماغك ان الوضع الامتحان ده صلاعي يعني ماكر وخداع قوي؟ لا، الناس اللي بتحط في الامتحان برضو ليها مقاييس معينه، عايزه تختبر انت اتعلمت ايه، مش عايزه تعجزك في الامتحان، وفي نفس الوقت الامثله اللي بتيجي ذاكر الامثله الطبيعيه، فيها امثله افكار عليا اوكي، لكن برضو في سياق، ذاكر كتاب المدرسه، ذاكر اللونج مان، هتلاقي الدنيا تمام، واهم حاجه تابع الاسئله اللي موجوده في كتاب مدرس على الهوى، ان شاء الله مش هتندم ان شاء الله. واخيرا وليس اخرا، مع مستر احمد السعيد وباقه متميزه من كل مدرسين جمهوريه مصر العربيه في اللغه الانجليزيه، اللغه الانجليزيه لغه ممتعه، واستنونا الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.